Ready? 51 plus 30, 74 minus 63 plus 86, 20, 58, 47 minus 90 plus 31 minus 12 plus 57 minus 76 plus 18, 84. That is 315. كتير من أولياء الأمور عندها استفسارات عن إزاي نوصل لأقصى استفادة ممكنة ونتائج تكون مرضية لأولادنا. تعالوا معانا نشوف إيه هي الأسئلة. ما هو UCMAS؟ UCMAS هو اختصار Universal Concept of Mental Arithmetic System، بمعنى المفهوم العالمي لنظام الحساب الذهني. فهو برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال من سن 5 إلى 12 سنة، مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية وتنمية أهم المهارات، منها التركيز والتخيل والذاكرة الفوتوغرافية والإبداع والثقة بالنفس. ببساطة كده تحويل الشيء المجرد إلى صورة، فيبقى سهل استذكاره، وده بيتم من خلال استخدام الأرقام. إشمعنا بنستخدم الأرقام كأداة للتدريب؟ ببساطة كده هي أبسط وسيلة للتخاطب مع الأطفال خصوصاً من سن 5 سنوات. إيه شروط التقديم لأكاديمية UCMAS؟ يشترط لقبول الطالب معرفته بالأرقام من 1 لـ20، قراءة وكتابة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. ينفع طلاب مدارس اللغة العربية إنه ينضم لأكاديمية UCMAS؟ طبعاً ينفع، البرنامج لا يتعارض مع اللغة العربية أو دراسة المدرسة بشرط معرفته بالأرقام باللغة الإنجليزية. إزاي ابني يقدر يبقى زي ما شفنا في الفيديو ويقدر يشارك في مسابقات UCMAS الوطنية والمسابقات العالمية؟ من أهم أساسيات البرنامج هو التدريب المستمر، وأهم حاجة اتباع التعليمات المهمة اللي لازم تعرفيها. 1- إن UCMAS هو برنامج تدريبي وليس تعليمي، معنى كده إن لازم يتم التدريب عليه بشكل يومي ولا يقل عن 10 دقائق كل يوم. 2- UCMAS يتعامل مع العقل بشكل مباشر، وده من أصعب التدريبات الحياتية. معناها إيه الكلام ده؟ يعني لازم نستمر في التدريب حتى الانتهاء من جميع المستويات للحصول على النتائج المرجوة، وتصبح المهارة المكتسبة هي عادة العقل. والحقيقة إن السؤال ده بيتكرر كتير، إمتى ألاحظ تأثير البرنامج على ابني؟ الفرق بيبان تدريجياً، وكل ما زاد التدريب هيساعده أكتر في نمو المهارات. بداية من المستوى الرابع هنقدر نحس بالفرق بشكل ملحوظ. يا ترى ابني هيقدر يستفيد من البرنامج في مادة الرياضيات؟ طبعا هيستفيد. برنامج UCMAS هو تطوير للمهارات العقلية والحسابية عند الطفل. مش بس كده، ده هيقدر كمان يحل كل العمليات الحسابية مهما كان درجة تعقيدها، وهيقدر يستخدم طريقة UCMAS المكتسبة في التأكيد على نتائج العمليات الحسابية. ومش هيستفيد منه بس في المهارات الحسابية، هيبان تأثيره عليه في كل المواد الدراسية. إزاي يتأكد إني بسجل في الفروع المعتمدة؟ اتصل على الخط الساخن 16145 لمعرفة أقرب فرع ليك، أو زور صفحتنا على الفيسبوك أو الموقع الرسمي الخاص بالأكاديمية.